السنه دي بيفرق عن مؤتمر السنه اللي فاتت ان الجامع كبير جدا، نقطه التقاء مهمه جدا لناس ممثلين للصيدليات، للمستشفيات، للجامعات، لشركات الادويه، وده كان الهدف من المؤتمر ان احنا كل سنه نطور، عشان مهنه الصيدله محتاجه تطوير بحيث ان احنا خلال سنوات قليله نقدر نراكب او نواكب الاحداث العالميه والمعايير العالميه اللي موجوده في مهنه الصيدله. والحقيقه المؤتمر ده يعني احد اهداف الجمعيه تطوير مهنه الصيدله، واحنا موجودين هنا كجزء من دورنا اداره مركزيه لشؤون الصيدله وزاره الصحه ان احنا نساهم في تطوير مهنه الصيدله. فالحقيقه انا كنت جايه النهارده بتكلم عن محاضره عن مجال اليقظه الصيدليه، وده واحد من المجالات الجديده بالنسبه لمهنه الصيدله في مصر. الهدف بتاعها ضمان امان وسلامه استخدام الادويه في المرضى. انا الحقيقه جاي احضر المؤتمر دوت لان النقط اللي بيتكلم فيها او معظم المواضيع بتتكلم عن الصيدله الاكلينيكيه، وده برانش جديد بيتطبق في المستشفيات الحكوميه من سنه 2012، وهو الحقيقه مش بيخدم الصيدله وبس، وبيخدم كمان المرضى وبيقدم لهم خدمه مميزه. الصيدلي احنا عايزينه يتحول من مجرد ان هو بيصرف الدواء للمريض لان هو يكون خبير الدواء ومستشار للمريض، ويكون على قدر كافي من الدرايه العلميه ان هو يتواصل مع الطبيب في مراجعه الدوز اللي هي الجرعه الدوائيه او التفاعلات الدوائيه. والصيادله اللي حضروا معانا النهارده كلهم اتفقوا على اهميه ان هم يتحولوا من دور مجرد حد بيصرف الدواء لان هم يكونوا خبراء في مجال الدواء. بنحاول نوصل للناس كلها رساله ان الصيدلي مش مجرد حد ديسبنسر بيصرف الادويه او بيصرف العلاج، لا هو دراج اكسبرت، هو ميديكيشن يعني خبره اكتر بالعلاج، هو اكتر حد داري بالعلاج. بلس كمان ان احنا بنوظف المفهوم ده كله في ظل الامكانيات المتاحه عن طريق كذا سيشن احنا عملناها عن الفارماكو ايكونومكس، وازاي اقتصاديات الدواء بتتحكم دلوقتي بصفه فعاله وكبيره جدا في صرف العلاج وفي الميديكيشن كارير كله.